تقول السائلة: كثر في أوساط النساء لبس الضيق والشفاف والعاري، وإذا نصحنا إحداهن قالت عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، فنرجو بيان هذا الأمر جزاكم الله خير. هذا كلام غلط. عورة المرأة عند النساء مثل عورتها عند الرجال المحارم، لأن الله ذكر الرجال المحارم وذكر النساء في آية واحدة، فهي لا تبدي عند النساء إلا ما تبديه عند محارمها من الرجال، الوجه والكفين والرأس والقدمين، أما ما عدا ذلك فلا يجوز لها. نعم.